عليكم أبناء الطلبة والطالبات، طلبة الصف الثالث الثانوي. النهاردة هناخد مع بعض الأعداد المركبة، نكملها مع بعض، ناخد ضرب وقسمة الأعداد المركبة. نشوف مع بعض كده. ضرب وقسمة الأعداد المركبة شباب، بيقول لي لو كان عندي عين واحد تساوي لام واحد جتا سيتا واحد زائد تاء جتا سيتا واحد، وعين اتنين عدد مركب تاني لام اتنين جتا سيتا اتنين زائد تاء جتا سيتا اتنين. طبعا يا ولاد دي الصورة القياسية زي ما قلنا امبارح او قلنا الحصة اللي فاتت. طيب هو النهارده ازاي هنضرب وازاي نقسم عددين؟ قال لي عين واحد في عين اتنين هتساوي ايه؟ هتساوي حاصل ضرب المعيارين اللي هو مقياس لام واحد في لام اتنين، وهنجمع الزاويتين. طبعا شباب هي ليها اثبات، بس عموما هنعرف على طول لام واحد في لام اتنين جتا سيتا واحد زائد سيتا اتنين زائد تاء، عارفين تاء اللي هو جذر سالب واحد طبعا، جا سيتا واحد زائد سيتا اتنين. يعني اذا بضرب المعيارين في بعض او المقياسين في بعض واجمع الزاويتين، ده امتى؟ ده عند الضرب. بس طبعا انا بلاحظ الاول قبل ما اخش على القسمه ان المعيار او مقياس عين واحد في عين اتنين اللي هو ضربهم طبعا من الشكل اللي قدامك هنا بيساوي ايه؟ طبعا احنا اتفقنا قلنا اللي بره ده هو المقياس والزاويه دي هي السعه. يبقى اذا لو قلت انا هنا حاصل ضرب ايه؟ عددين مركبين. المقياس بتاعهم بيساوي ايه؟ قال لي حاصل ضرب المقياسين لام واحد في لام اتنين. تقدر تقول له ان هو عباره عن معيار الاول او المقياس الاول في المقياس الثاني. والسعه تساوي ايه؟ قال لي تساوي سيتا واحد زائد سيتا كام؟ سيتا اتنين. طب القسمه بقى تساوي ايه شباب؟ طبعا احنا قلنا عين واحد على عين اتنين هتساوي اثبت المقياسين جتا، نطرح الزاويتين نفس الكلام. طب هنا يا استاذ لو تلاحظ مقياس عين واحد على عين اتنين تساوي ايه؟ قال لي هتساوي مقياس لام واحد على لام اتنين. يعني تقدر تقول له ان هو مقياس عين واحد على مقياس عين اتنين. والسعة كام؟ السعة هتساوي سيتا واحد ناقص سيتا كام؟ سيتا اتنين، زي ما نشوف كده مع بعض. يبقى دي كده بالنسبة للضرب والقسم. تعال نشوف مع بعض مثال. مثال رقم واحد بيقول لي عبر عن العدد 3 جتا 5 باي على 12 زائد ت جا 5 باي على 12 مضروبة في 4 جتا باي على 12 زائد ت جا باي على 12 بالصوره س زائد ص ت. انتوا عارفين الصوره فوق مثلثيه او قطبيه بنسميها، الصوره تحت اللي هو عايزها الديكارتيه او الجبريه احنا بنسميها. طب استاذ انا هعمل انا ايه؟ ده ضرب يا استاذ، يبقى اكيد هضرب 3 في 4 وهجمع الزاويتين هنا وهنا. طبعا اول حاجه بس الاول تلاحظها، هل العددين في الصوره القياسيه؟ قال لي اه جتا جا جتا جا، يبقى هم في الصوره القياسيه. يبقى اذا ايه الحل يا استاذ؟ تعالى نشوف مع بعض. قال لي هيقول لي كده حاصل ضرب العددين في بعض كده يساوي ايه؟ 3 عن 3 في 4 ب 12 واجمع الزاويتين 5 باي على 12 زائد باي على 12. الزاويه الاولى سيتا 1 وادي سيتا 2، اجمعهم على بعض هنا وهنا. طيب يطلع كام الناتج يا استاذ؟ قال لي هيساوي 12 جتا، طبعا لما تجمع 5 باي على 12 زائد باي على 12 تطلع 6 باي على 12. 6 على 12 في النص يا اولاد تطلع باي على 2 يعني. يعني هنا 5 1 6، 6 طبعا على 12 مقامات زي بعض، طبعا احنا في ثالث ثانوي عارفين ازاي نجمع ونطرح. تطلع باي على 2 زائد تاء باي على 2، جا باي على 2. طيب الباي على 2 اللي هي 90، جتا 90 بكام؟ قال لي بصفر. طب جا 90 بكام؟ قال لي بواحد، يبقى 12 في 0 زائد تاء هتساوي 12 تاء. ده كده ساكن. في واحد يقول لي يا استاذ انا ممكن احلها بطريقه ثانيه. انا احول الزاويه 5 باي على 12 والزاويه باي على 12 دي الى القياس، طبعا دي بالقياس الدائري يا اولاد او الراديان بيسموه. ممكن واحد يقول لي انا احولها الى 60 الاول واعملها زاويه عاديه يا استاذ بدل ما اجمع باي على 12 و تعال نشوف مع بعض. طبعا ممكن حضرتك تحول انت ال 5 باي على 12 الى تقدير الستيني. ازاي؟ ما تنساش بقى في قاعده كانت بتقول كده، الزاويه بالدرجات سيتا درجه على 180 هتساوي سيتا د اللي هي بالتقدير الدائري على باي، وتقدر تعمل انت القصه دي. فطبعا انت هتحول 5 باي على 12، بس طبعا تيجي تحول انت 5 باي على 12 انت هتحول الباي تخليها 180 على طول بشرط. يبقى 5 في 180 على 12 هتساوي 75. و طبعا هنا وباي على 12 نفسها اللي هي 180 على 12 ف
هتطلع كده العددين يبقوا كده، جتا 75 هنا تي جتا 75 وهنا 15، فتجمع 15 مع 75 ب 90 فتطلع برضو هي جتا 90 زائد تي جتا 90 تديك طبعا في الاخر 12 دي. شوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده هنا مديني شكل وبيقول لي باستخدام هذا الشكل، هو ممثل لي العددين عين واحد وعين اثنين زي ما انت شايف كده يا ولاد، ادي عين واحد وادي عين اثنين. طبعا ايه الطول ده كده؟ ايوه ده المعيار او المقياس. تمام، الزاويه بتاعته ايه؟ الزاويه بتاعته تبدا منين؟ من اتجاه الموجب المحور السينات. كام دي؟ ادي 9 ادي 90 وادي 10 يبقى 100. طب الزاويه دي كام بتاعني عين اثنين؟ هل الفله كده؟ لا، ممكن تقول له سالب 20. طبعا ممكن واحد يقول لي كده، يقول لي انها مثلا 340. ايوه يا استاذ ده حتى اتجاه الموجب، انما انا اقول له سالب 20 وخلاص. تمام، هو بيقول لي اوجد العدد ده على الصوره اللي هو عين 2 على عين 1 على الصورة س زائد ت صاد او صاد ت، اللي هو الصوره دي كانت هنا. عايز يحول العدد ده، يعني نحطه طبعا في الصوره، ده صوره قطبيه، ونحوله الى صوره ايه؟ دي كارت ايه اللي هو القسمه بتاعته. تعال نشوف مع بعض. لما اجي اقسم العددين على بعض زي ما انتم عارفين يا شباب بتساوي ايه؟ طبعا العدد الاولاني تعال نشوفه الاول. عين 1 ايه هو؟ اللي بيساوي زي ما احنا قلنا ادي المقياس بتاعه 2 والزاويه بتاعته 100، يبقى 2 جتا 100 زائد تاء جا 100. طب عين 2 قال لي 4 جتا سالب 20، برافو، زائد تاء جا سالب 20، ممتاز. طيب تعال لما نيجي نقسمها على بعض، وعايز عين 2 على عين 1 ده على ده. طيب انا معنى كده هعمل ايه لما اقسم عين 2 على عين 1؟ ان انا هطرح الزاويتين، يبقى انا هقول له 4 على 2 واقول له سالب 20 ناقص 100، وهنا جاي سالب 20 ناقص 100 هتبقى سالب 120. يبقى بهذا الشكل، يبقى عين 2 على عين 1 تساوي 4 على 2، واطرح الزاويتين يا اولاد. مين ناقص مين؟ اللي فوق على اللي تحت، عين 2 على عين 1 يبقى سيتا 2 ناقص سيتا كام؟ سيتا 1. هتطلع كام طبعا؟ تطلع سالب 120، جتا سالب 120 يا شباب. هتطلع بكام طبعا؟ الجتا بتاكل السالب، الجتا 120 طبعا اللي هي تكافئ جتا 60 بس بالسالب طبعا، سالب جتا 60 اللي هي نص، يبقى سالب نص. وجا بتطلع اشاره بره، هتطلع بره تبقى سالب جا 60، والجا 60 بجا 3 على 2. هنشوفها مع بعض كده، هيديني 2 مضروبه في سالب نص، سالب نص اللي هو جت بالاله الحاسبه طبعا، جت سالب 120 اديك سالب نص، جا سالب 120 اديك سالب جا 3 على 2 في تاء، اضرب 2 جوه يبقى عندك هنا 2 في سالب نص بسالب 1، و2 في جا 3 على 2 ت، هتطير 2 مع 2 يبقى جا 3. وبكده يبقى قسمناه في منطقه بسيطه وسهل جدا. شوف السؤال اللي بعده. المثال الثالث مديني شكل ثاني. بص بقى هنا المره دي عامل ايه؟ مش مديني زوايا خالص، لو مديني زاويه بين الاثنين 90 يا استاذ. الزاويه بينهم 90، برضو اكيد بيقول لي اوجد عين 2 على عين 1 على الصوره دي كارتيه اللي هي س زائد ص او ص ت. طب انا يا استاذ هعمل انا ايه هنا؟ فين الزوايا؟ عين 1 هنا بيساوي ايه؟ الا نعرف بقياسه 2، طب زاويته كام؟ اللي مش عارف. طب وعين 2 مقياسه 4، طب زاويته كام؟ برضه مش عارف. طب تعالى، لا احنا كده مش عارفين ولا ايه؟ تعالى شوف ايه اللي هيحصل. طيب لو قسمت الاثنين على بعض ايه اللي هيحصل يا استاذ؟ قال لي هقول انا ان هتبقى مقياس الثاني اللي هو عين 2 4 على مقياس الاول اللي هو 2 يبقى 4 على 2 جتا طرح الزاويتين. طب انت مش ملاحظ حاجه كده؟ لو انت جبت فين الزاويه الاولانيه اللي بتاعت اللي هي عين 2؟ قال لي زاويه اللي هي من هنا الى هنا. طب لو طرحت منها الزاويه الصغيره دي اللي هي بتاعت عين واحد ايه اللي هيحصل؟ قال هيديني 90 يا استاذ. اهو تعال نشوف هنوضحها مع بعض. طبعا ادي عين 2 على عين واحد بتساوي قانون لام 2 على لام 1 زي ما انتم عارفين، في طرح الزاويتين يا اولاد. ادي الزاويه الاولى سيتا 2، لو طرحت منها الزاويه الثانيه اللي هي سيتا 1، شايف كده المنظر؟ يا استاذ لو الاسود ده شلت منه الاحمر ده، الاسود ده كله شلت منه الحمراء دي، هدي دي كلها اللي هي مين؟ قال لي 90. يبقى معنى كده ان سيتا 2 ناقص سيتا 1 هتديني 90. يبقى معنى كده ان عين 2 على عين 1 هتساوي 4 على 2 جتا 90 زائد تاء جا 90 اللي هي مين يا استاذ؟ 90 اللي هي سيتا 2 ناقص سيتا 1. وجتا 90 بصفر والجاب 1 يبقى يطلع الناتج 2 ت. وبكده التمرين في منتهى البساطه، انما في الاول كان شكله يخوف. فين الزوايا؟ في شويه نتائج كده عايزين نعرفها مع بعض. بيقول لك انا عندي عدد عين بيساوي لام جتا سيتا في الصوره القياسيه بتاعته زائد تي جتا ثيتا، واحد على عين قلناها في الحصه اللي فاتت، واحد على عين هتساوي واحد على لام،
جتا سالب سيتا زائد تي جتا سالب سيتا. طيب عين تربيع هتساوي ايه؟ لكنها عين في عين، وانت عارف لما بنضرب عين في عين بنضرب لام في لام، يبقى لام تربيع، وبنجمع زاويتين سيتا وسيتا يبقى 2 سيتا. يبقى عين تربيع هتساوي لام تربيع جتا 2 سيتا زائد تي جتا 2 سيتا، سهله. طيب ممكن نعمم بقى يا استاذ، لو كان عندي هنا مثلا ايه عين واحد في عين اثنين في عين ثلاثه وهكذا، فهتبقى تساوي لام واحد في لام اثنين في لام ثلاثه الى لام نون، مضربين في بعض، جتا سيتا واحد زائد سيتا اثنين زائد سيتا الى سيتا نون وهكذا. طب لو كان عين اس نون، يعني العدد مضروب في نفسه نون من المرات، يبقى لام واحد في لام في لام في لام في لام في لام الى نون من المرات، يعني لام اس نون. طب والسيتات سيتا زائد سيتا زائد سيتا الى نون من الستات، يبقى نون ثيتا. يبقى اذا عين اس نون بتساوي ايه بقى؟ يعني مثلا عندي اي عدد مركب عايز ارفعه لاي اس 5 6 7 8 10 اي حاجه، يبقى المقياس اس نون جتا نون ثيتا زائد تا جا نون ثيتا. ودي مهمه جدا القاعده دي عشان نجيب بيها اي عدد مرفع لاس. هنشوف مثال. مثال بيقول لي ضع العدد 1 ناقص تا على الصوره المثلثيه ثم اوجد واحد ناقص تي اس 8. طبعا حددني هو لازم الاول احوله لصوره مثلثيه، يبقى لو كان قال لي عادي كنت انا ممكن اعملها بصوره جبريه على طول. ازاي؟ كان ليها طريقتها طبعا في سنه اولى ثانوي. لاحظ هنا معايا ان السين بتساوي كام؟ قال لي السين بواحد والصاد بسالب واحد، زي ما انت شايف كده يا ولاد، واحد هنا السين والصاد بسالب كام؟ واحد. طب المقياس كان بيساوي ايه؟ قال لي الجذر التربيعي. ايوه السين تربيع زائد صاد تربيع، يبقى تطلع مربع الواحد واحد والسالب واحد واحد برضه نفس الكلام، يطلع جذر اثنين. لاحظ ان السين موجبه والصاد سالبه، موجب سالب يبقى انا في الربع الرابع، يبقى انا هنا واقع في الربع الرابع. العدد بتاع في الربع الرابع السيتا كانت بتساوي ايه؟ قال لي زي ما هي ظا اس ناقص واحد صاد على السين، يعني سالب واحد على واحد، يعني ظا ماينس 1 سالب واحد على واحد. طبعا يا اولاد تطلع سالب 45. سالب كام؟ 45، لان الظل طبعا بيطلع الاشاره بره، يبقى ايه الزاويه اللي ظلها واحد؟ تطلع 45، وبالسالب يعني في الجهه السالبه. انت لازم تكون فاهم ان 1 زائد ت دايما الزاويه بتاعتها 45، و1 ناقص ت الزاويه بتاعتها سالب 45 في الاتجاه المعاكس. طبعا يا اولاد لانه مترافقين طبعا. يبقى اذا عندي السعه وعندي المقياس، اقدر دلوقتي احط العدد. طبعا لحظه يا اولاد، انت ممكن تكتب سالب 45 دي يا اما تحطها على صوره الدائري زي سالب واي على 4، او ان انت تكمل عادي بالدرجات. يبقى العين هتساوي جذر 2، جذر 2 اللي هو مين؟ قال لي المقياس في جتا الزاويه زائد تا سالب 45 اللي هي ايه؟ جا الزاويه. ممكن تحطها طبعا هنا سالب باي على 4 وهنا ايه؟ سالب باي على 4 هي هي. طب هو عايز 1 ناقص تي اس 8. 1 ناقص تي اس 8 يعني العدد ده هرفعه لاس 8، هحط اس 8 هنا، يبقى جذر 2 اس 8. وقلنا هنعمل ايه في ال 8؟ الاس ده قال لي بيتضرب جوه في الزاويه، لو تتذكر في الورقه اللي فاتت. يبقى 8 في سالب 45 جا 8 سالب 45 يطلع كام يا استاذ؟ طبعا انت كنت ممكن تعمل ايه؟ تحط باي على 4، يبقى باي على 4 في 8 تبقى باي 2 باي على طول، هي 360 هي هي لو عملتها كده او كده. ف 8 في 45 ب 360 برضه هي هي، يبقى تطلع جتا سالب 360 زائد جا سالب 360. طبعا الجتا بتاكل اشاره، والجتا 360 بكام؟ قلب 1. والجا 360 بكام؟ قلب 0. يبقى تطلع 16 في 1 زائد 0 يطلع الناتج 16. شوف المثال اللي بعده بيقول لي لو كان عين 1 بتساوي 2 جتا 10 زائد تاء جا 10، وعين 2 3 جتا 40 زائد تاء جا 40. اوجد ايه بقى؟ اوجد عين 1 اس 4 ضرب عين 2 اس 2. يعني عايز يجيب العين اس 4 وعايز عين 1 وعين 2 اس 2 ويضربهم في بعض ويحطهم على الصوره ادي كارتين. يبقى اول حاجه نحط عين 1 على نرفع الاس 4. طبعا عادي يا استاذ، يبقى 2 اس 4 وبنضرب 4 في 10 هنا وهنا، وهنا دي يا استاذ عين 2 اس 2 يبقى هنضرب 3 اس 2 ونضرب هنا طبعا 2 وهنا 2. يعني كده سهله جدا اهو. ده عين 1، 2 اس 4 ب 16 جت 40، 4 في 10 ب 40 يبقى تطلع كده، يبقى 16 جت 40 جت 40. وهنا عين 2 هيبقى 9 اللي هي 3 اس 2 جت 2 في 40 ب 80 زائد تا جا 80. طب هو عايز يضربهم في بعض، طبعا تضرب انت 16 في 9 وبعدين اجمع الزاويتين هتبقى 144.
جاتا 120 زائد تاء جا 120 طبعا واضحه جدا، يبقى تطلع بالشكل. طبعا جاتا 120 يا شباب بسالب نص بالآلة طبعا، جا 120 بجذر 3 على كام؟ على 2، وبكده جبنا له الموضوع. اضرب 144 جوه في النص تبقى، او في سالب النص تبقى سالب 72، وبجذر 3 على 2 بنفس الكلام تبقى سهل. بنقول لك لو كان عندي عدد مركب ع بتساوي ل جتا سيتا زائد تيجا سيتا، قال لي يمكن كتابته على صوره اسيه اللي هي صوره اويلر اللي هي على شكل نجوم. قال لي كده يا استاذ، ع بتساوي ل ه اس سيتا ت سيتا. طبعا هنا بالتقدير الدائري، بالتقدير الايه؟ الدائري، يعني لازم لو عندي زاويه عاديه 60 90 وهكذا. ه اس سين ت طبعا دي اصلا بتساوي جتا سين زائد تاجا سين، هو اكتشفها كابتن اويلر ووصل ليها للاخر ان هي اس سين ت بتساوي جتا سين زائد تيجا سين. في هنا ملحوظه مهمه قوي، عشان قلنا تقدير دائري جنبنا لازم نتذكر، لسه قلنا من شويه سيتا درجه على 180 بتساوي سيتا د على باي، ده القانون بتاع التحويل يا اولاد، اي زاويه من 60 الى الدائري والعكس. طيب تعال نشوف مثال، اكتب كل من الاعداد الاتيه على الصوره الاسيه او اسمها صوره اويلر. مديني عدد ع بتساوي سالب 1 زائد جذر 3 ت، هو عايز احط صوره اسيه. الصوره الاسيه هي كانت من شويه، قال لي لام ه اس سيتا ت، يبقى انا عايز لام وسيتا. طب لام هتساوي ايه؟ لازم نجيب السين طبعا والصاد. اللام بسالب 1، السين بسالب 1 والصاد بجذر 3 يا شباب، واللام بتساوي جذر تربيع، السين تربيع زائد صاد تربيع، يبقى اذا هتطلع بهذا الشكل. سالب 1 اس 2 ب 1 جذر 3 يبقى يطلع الناتج 4 جذر 4 ب 2. طيب العدد ده واقع فين؟ قال لي السين سالبه والصاد موجبه برضه. ده قاعد في الربع الثاني لان السين سالبه والصاد موجبه. طيب يبقى السيتا هناك بتساوي ايه؟ قال لي السيتا في الربع الثاني قلنا عليها الحصه الماضيه اللي هي باي زائد ظا اس ناقص 1 ص على السين. الصاد بجذر 3 على سالب 1 يديني سالب جذر 3، يبقى باي ناقص ايه الزاويه اللي ظلها جذر 3 اللي هي يا اولاد 60 اللي هي باي على 3. طبعا احنا قلنا لازم احط الصوره الصوره بتقدير الدائري، يبقى باي طبعا السالب دي انتوا عارفين الظا بتطلع السالب بره، الظا والجا بتطلع الاشاره بره، اما الجا بتاكل الاشاره خالص بترميها. يبقى هنا باي ناقص، عشان اللي يقول لي ناقص جت منين؟ ناقص الظا هتطلعها بره، باي ناقص باي على 3. طبعا لما تيجي تطرحها مقالتك الحاسبه لو انت مش عارف، واحد ناقص تلت طبعا بتلتين باي، يبقى دي ايه؟ عندي لام وعندي سيتا، يبقى اذا عين ايه هو؟ ايوه لام اللي هو 2 ه اس تلتين باي في تي، يبقى دي صوره اويلر. ادي كده يا استاذ، هو اصلا صورته لام ه سيتا اس سيتا تي، يبقى تساوي 2 اللي هي مقياس 2 لام، والسيتا طبعا 2 على 3 باي في تي، وبكده سؤال في منتهى البساطه. يعني حولته بس جبت اللام والسيتا وخلاص. بيقول لي هنا اذا كان العدد ع بيساوي جذر 2 ت على 1 زائد ت، اكتب العدد بالصوره الاسيه. طبعا العدد ده طبعا زي ما انتم شايفين كده، سامع ناس بتقول لي لازم اضربه الاول في مرافق المقام، يبقى اضرب في مرافق اللي هو 1 ناقص ت فوق تحت. طبعا هنا تحت هيديني 2 اللي هو مربع الحيز المربع التخيلي، وفوق هنا جذر 2 ت هتضرب في 1 ناقص ت. لاحظ بقى هنا جذر 2 ت في 1 بجذر 2 على 2 ت، وجذر 2 ت على 2 في سالب ت، ت في سالب ت هتديني موجب كام؟ موجب 1، وتطلع جذر 2 على 2 بهذا الشكل. خلاص؟ طبعا حتى عندنا آلة حاسبة ولا ممكن تعملها لك. كده يبقى العدد بتاعنا س بتاعتنا بجذر 2 على 2 اللي هي 1 على جذر 2، والصب بتاعتنا اللي هي جذر 2 أيضا على كام؟ على 2 زي ما انت شايفين كده. طبعا س موجبة وصاد سالبة، يبقى طبعا في الربع الاول، بس الاول نشوف مع بعض كده الاول المعيار هيساوي ايه. طبعا المربع ده يا شباب هيطلع نص، والمربع ده هيطلع نص، يبقى الناتج يطلع تحت الجذر نص ونص بواحد. العدد زي ما انتم شايفين بقى في الربع الاول، يبقى اذا الزاويه بتاعتنا ظا ماينس 1 ايوه ص على س، يعني جذر 2 على 2 على جذر 2 على 2 نفسه بواحد، يبقى الزاويه بكام؟ 45. طبعا نحطها على الصوره اللي هي يا شباب الصوره دي الدائريه 45 اللي هي عباره على 4. يبقى العين هتساوي ايه؟ طبعا المعيار اللي هو 1 في اس س
تيتا تي اللي هي باي على 4 في تي، وبكده يبقى حولته الى صوره اسيه وحطيته في صوره اويلر. طبعا الواحد ده اولاد ممكن تشيله ملوش اي لازمه. تعال ناخد بقى ضربه للقسمه باستخدام الصوره الاسيه. احنا خدنا ازاي ضربه للقسمه العادي، دلوقتي هناخدهم بالصوره الاسيه. بيقول لك انا عندي عين واحد بيساوي لام واحد ه اس تيتا واحد ت، طبعا محطوط على صوره اويلر، وعين اثنين كذلك. لو جيت اضربهم في بعض زي ما انت شايف كده، لو ضربت عين واحد عين اثنين يبقى لام واحد لام اثنين، واضرب ه اس تيتا ت في ه اس تيتا ت. طبعا ده ضربك بقى الاسس، يبقى ه اس تيتا واحد تيتا اثنين في مين؟ اللي في ت. يبقى اذا ده ضربهم يطلع بهذا الشكل، لام واحد لام اثنين ه اس تيتا واحد تيتا اثنين في ت. لو قسمت طبعا اقول لام واحد على لام اثنين، ولما اجي اقسم هنا اطرح الاسس بقول له سيتا واحد ناقص سيتا اثنين في ت. طبعا واضحه جدا تطلع بهذا الشكل. يبقى ده لو كان عندي صور اسيه وبيقول لي اوجدها، اوجد خارج اسمنت ايه او ضرب عددين مركبين باستخدام الصوره الاسيه. هاتش بيسال اوجد كل مما ياتي على الصوره الاسيه. 2 جتا 25 زائد ت جا 25 في 2 جا 158 ناقص ت جتا 150. اول حاجه تبص لها العدد ده صوره قياسيه، ايوه. طب العدد الثاني قال لي لا ده هنا جا هنا جتا مش في الصوره الايه؟ القياسيه بتاعته. انتوا عارفين الصوره القياسيه جتا جا مش العكس، وبينهم زائد. يبقى اذا تعال نشوف هنشتغل ازاي. انا عندي هنا العدد الاول ده، انت لما تشوف ال 158 عباره عن ايه؟ قال لي عباره عن 90 زائد 68. طبعا يا جماعه ممكن تعملها باشكال ثانيه كتير. باي شكل. فانت لما تيجي تبص على ايه؟ 90 زائد 68. واحد يقول لي يا استاذ ما حولهاش لل 180 ناقص، ممكن صح؟ كله صح. بس انا عشان عايز احول الجا دي الى جتا والجتا الى جا، مين اللي بيحولهم؟ قال لي زاويتين اللي هم 90 او سالب 90 او 270. بس انا هشوف هنا طبعا ده 90 وسالب 90 وباي وسالب باي. يبقى انا اخترت 90 ليه مش ال 180؟ قال لي عشان عايز احول الجا لجتا والجتا لجا، لان انتوا عارفين ال 90 بتحول الجا الى جتا والجتا الى جا. طيب اكيد جابها لك اهي يا استاذ، اتذكر الكلام ده كويس جدا، ان جا 90 زائد سيتا بتساوي جتا سيتا. ايوه. طب ليه طلعت مجابله؟ لانها في الربع الثاني. جتا 90 ناقص سيتا تساوي سالب بقى جا سيتا. ليه؟ لانها 90 زائد واقعه في الربع الثاني. فاذا جا 90 زائد 68 دي هي جا مجابله عاديه، هتحول الى جتا 68، وهنا هتبقى ايوه ربع ثاني سالب جا. سالب سالب بايه؟ قال لي بموجب. يبقى تطلع كده. يبقى الاولاني زي ما هو ملوش دعوه، الثاني هيبقى دي جتا، وهنا سالب هيطلع من الجتا تضرب في السالب دي تبقى موجب 68. طب ده ضرب يا استاذ هعمل ايه؟ قال لي طبعا بضرب المقياسين في بعض وبجمع الزاويتين بس، خلاص يلا اجمع يا عم تطلع 93 الزاويه. طب انا عايز صوره اسيه، الصوره الاسيه عايز صوره الزاويه بايه؟ قال لي بالتقدير الدائري، يبقى لازم احولها لدائري. واتفقنا وقلنا ان عشان احول ايوه قلت 93 على 180 في باي، تعملها انت كده هتلاقي الناتج يطلع 1.6 من 10 او 62 من 100 تقريبا، هو 1.62 من 100. يبقى 4 في هي اس 1.62 من 100 ت، وبكده حولتها الى صوره اسيه. شوف السؤال اللي بعده. 1 زائد ت على 1 ناقص ت اس 7، برضه الشكل ده. طب هنا بقى يا استاذ انا ممكن يا ترى احولها الاول الى الصوره الديكارتيه ولا اعتبرهم عددين؟ قال لي ما تيجي نعتبرهم عددين ونحطهم عددين مقسومين على بعض، العدد الاولاني فوق 1 زائد ت والعدد الثاني تحت اسمه 1 ناقص ت. نحول دي مثلثيه ونجيب مثلثيه، نجيب اللام والسيتا بتاعت دي ونجيب اللام والسيتا بتاعت دي ونرفعهم للاسس. تعال نشوف مع بعض نقسمه وبعدين نرفع الاسس. هفرض الاولاني عين 1 لو 1 زائد ت زي ما قلنا، يبقى اذا اللام 1 هتساوي ايه؟ طبعا هنعملها على طول، الجذر التربيعي ال 1 تربيع زائد 1 تربيع، يبقى 1 1 بكام؟ ب 2. السيتا بكام؟ قال لي ظا ماينس 1 1 على 1، يعني ظا 1 ظا ماينس 1 1 اللي هي 45. وبعدين العدد ده محفوظ يا جماعه، قلنا الميل هنا بواحد صاد على واحد صاد على س اللي هي 1 على 1، يبقى العدد ده زاويته 45 على طول، واللي تحته سالب 45. يبقى اذا ادي عين 1 كتبناها في الصوره المثلثيه، جذر 2 جتا 45 زائد ت جا 45، لو انت حافظها وعارفها خلاص. طب الثاني اهو نفس الكلام برضه، المقياس هو هو، السيتا بس هتبقى سالب 45، يبقى صورته المثلثيه كده. طب
يبقى انا عندي عين واحد وده عين اتنين، هو عايز بقى يقسمهم على بعض، يبقى اقسم عين واحد على عين اتنين، ايوه بقسم ده على ده، ده هيروح. واقول جاتا اللي هي سيتا واحد ناقص سيتا اتنين، 45 ناقص ناقص 45 تبقى 90، يبقى اذا لما اقسمهم يطلع كده، يطلع واحد اللي هو جذر اتنين على جذر اتنين، جاتا 90 زائد تيجا 90، طبعا جاتا 90 اكنها باي على اتنين، عارفين نحولها طبعا للدائري. وهو عايز يحط اس كام؟ 7. طيب يا استاذ يبقى يقول له اس 7 ايه اللي هيحصل؟ يبقى قلنا ال 7 تعمل ايه؟ ال 7 بتتحط على المقياس اللي هو واحد، خلاص سيبك منه بره، واضرب ال 7 جوه هنا. احنا قلنا الاس بيتضرب جوه في الزاويه. يبقى اذا 7 عين 1 على عين 2 اس 7 تساوي جتا، ما هو مفيش مقياس بره. جتا 7 باي على 2 زائد تيجا 7 باي على 2. طبعا يا اولاد 7 باي على 2 لما تيجي تطرح منها 2 باي هتديك 270. 270 هنقول انها سالب 90، طبعا 270 تحت يا اولاد اللي هي سالب كام؟ سالب 90. يبقى سالب باي على 2. يبقى اذا الساعه المقياس بتاعي 1 والثيتا بتاعتي كام؟ سالب باي على 2. هو عايز احطها على الصوره الاسيه، ما احنا السؤال كان كده. يبقى نقول له هتساوي طبعا واحد، خلاص ممكن نكتبه او ما نكتبوش، ه اس سالب على 2 ت، وبكده يبقى كتبنا العدد بهذا الشكل. سهل جدا وبسيط. حاول بقى سعادتك من نفسك كده في التمرين دوت كده من كتاب المدرسه يا شباب، على فكره تمرين مهم جدا بتاع كتاب المدرسه. بيقول لك 1 ناقص جذر 3، العدد الاولاني ت، والعدد الثاني 1 زائد ت لسه واخدينه من شويه. اوجد بقى عين 1 عين 2، عين 2 على عين 1، عين 2 اس 6. وبكده يبقى خلصنا حصة النهاردة. نلتقيكم إن شاء الله بإذن الله في حصة قادمة. تحياتي لكم وإلى اللقاء.